النهارده هنشتغل على السيجما ومعناها. سيجما زي ما انتم شفتوا المره اللي فاتت سيجما كونستان ضربنا السيف والان مظبوط، على اساس ان احنا اتفقنا لو اي نمبر كونستان زي سات وقلت لك كرره 5 مرات ما تعمل سات فور 5 على طول احسن، بدل ما تقول سات بلس سات بلس سات بلس سات وهكذا. قلنا لو الار دي او السويت بتاعتي بريميو ديجري بناخد الرقم اللي فوق فوا اللي بعده ديفيزي باغ دو، اما لو سيكوند ديجري بناخد الرقم اللي فوق فوا اللي بعده فوا مجموعهم الاثنين ديفيزي باغ 6. واتفقنا ان السويت او السري بالشكل ده ما ينفعش استخدمها الا اذا كان الا اذا كان السري بدا من عند ا. يعني لما اجي اقول لك سيجما من ا ل 5 مثلا دو 2 ارو كاري موان 3 هتقولي سهله، هنا عندي كام ترم كده رجاله؟ 2 ماشي؟ فبقول لنفسي الدو ده كونستان اللي قاعد جنب ارو كاري بسيب الدو بره، سيجما دو 1 ا 5 ارو كاري ليها قانون لوحدها زي ما احنا شايفين موان سيجما دو 1 ا 5 بتاعت ال 3 اللي هي كونستان. موافقين كده معايا؟ وزعت السيجما على الاثنين. الدو قاعده زي ما هي. فوا الرومبلاسون بتاع سيجما ارو كاري موان الرومبلاسون بتاع سيجما دو 1 ا 5 دو 3. بالنسبه للكونستان مش حاجه كبيره. كونك بس هتعمل 3 فوا 5. صعبه كده؟ اما اللي هنا هتعوض من القانون باستخدام السانك اللي فوق دي. فهتقول الان هي السانك. الرقم اللي بعده اللي هو n بلس 1 اللي هي كام؟ 6 فوا مجموعهم 11 لو تو ديفيزي بار 6 اي تو ناكا كالكولي سا. ال 6 سون فا افيك لو 6 5 فوا 11 سافي 55 فوا 2 سافي 110 موان 15 يديك الاجابه 95 اي تو بو تاسيغي افيك لا كالكولاتريس تو دوسويت. يعني القانون ده ملوش لازمه لو انت معاك كالكولاتريس وبتشتغل امتحان شوازي لا بونتي بونس. في حد عنده مشكلة في الكلام ده يا شباب؟ تمام؟ طيب. غير كده تعالوا نشوف مع بعض لو حب يلعب في حاجة زي كده بس ما اديهالكش بقى من أن أ 5. تعالوا نشوف مع بعض كومون أون بو أفوار أن إكزارسيس أوترومون زي كده. وخلي بالك إحنا اتفقنا مع بعض إنه لازم يديك القوانين حتى لو الامتحان شوزي لا بون ريبونس على أساس اللي مكتوب في الكتاب لازم يديك القوانين. فزي ما أنت شايف المسألة في الكتاب جاية إزاي؟ Sachant que sigma bkaza ou sigma bkaza, calculez la valeur de chacun de ceux qui suit en utilisant le symbole. On va prendre une fois qui fait. Là, on va prendre un exemple. Par exemple, sigma de 8 à 12. Fanta, tu vas dire, ah, Allah, sigma de 8 à 12, il va être impossible de trouver de 8 à 12. On va devoir commencer le loi de 1. De 1. On va trouver de 1 à 12 le premier, de 2r plus 5, moins. احنا كده خدنا كام ترم زياده؟ خدنا من 1 لغايه 6. هو عايز الاساسي من 8 وتدوس بس، من 8 لغايه تدوس بس. فيبقى من 1 ل 6 انا خدته زياده صح ولا لا؟ هروح اشيله بقى. موان سيجما من 1 لغايه 6 بتاع نفس الكلام. فهمنا اللعبه ماشيه ازاي؟ يبقى تاني كده اتفقنا مع بعض ان القوانين لا تجوز القوانين استخدامها ما دام انت مش بادئ من عند الايه؟ الان. فانا اخدت من ان لدوز هو عايز من 8 لدوز فانا شلت من ان لغايه 6. انا كومبليت ذا تاب كله فاهم؟ طيب تعال بقى نبدا نستخدم القانون. اتفقنا مع بعض الدو دي كونستان ملوش اي لازمه اطلع بره. فاضل مين اللي هيتلعب معاه؟ الار بلس 5. الار هي عباره عن القانون ده مظبوط ولا لا؟ والان فيه بكام؟ بدوز. يبقى 12 فوا 13 الرقم اللي بعده ديفيزي باغ 2 بلس 5. ال 5 دي يعني 5 فوا 12 تو سويت. فهمنا اللعبه تطبيقها ازاي سريع؟ موان برضه 2 ملهاش لازمه ده كونستان. تعالى العب الار دي بس الار المره دي هنعوض بكام؟ بالسات دي. فهتبقى سات فوا 8 ديفيزي باغ 2 بلس 5 فوا 7. برافو عليك. يلا بينا. حتى الدول لو تاخد بالك احنا ممكن ناخدها فاكتور كمان بره كمان بس مالهاش لازمه دلوقتي خليه.
et 2 s'en va, si les 2 diff hala, et 2 s'en va avec le 12, ça fait 6, et 6 fois 13, ça fait 60, et 18, ça fait 78. Plus 5 fois 12, ça fait 60. Moins 2 fois le 8 s'en va avec le 2, ça fait 4, 4 fois 7, ça fait 28. Plus 5 fois 7, ça fait 35. Ce qui donne à la fin, alors 78 plus 60, alors ça fait 138, fois 2 à peu près, c'est 260 ou 16, ça fait 276. Moins 28 plus 35, ça donne 63, fois 2, ça fait 126. Ce qui donne à la fin 0, 5, 1. C'est bon? Ah, très bien, monsieur. حاجه اسمها لي تيرم ميديان. لي تيرم ميديان معناها اي سويت في الدنيا عباره عن اتفقنا تي 1 تي 2 تي 3 وممكن تكمل. اوكي، لو افترضنا مع بعض انها عامله 7 تيرم فيها 7 ترمات. كلمه لي تيرم ميديان سي كوا لو تيرم ميديان؟ كلمه لي تيرم ميديان معناها ان انت السويت بتاعتك هتقسمها دو بارتي. هو في حاجة أنا سيئة؟ طيب تي 4 ممكن نكتبها كده نزودها، أوكي. فوالا، فلاين جام، ويلا جام، فوالا. أها، تي 4 وتي 5. فاتفقنا مع بعض إن كلمة لو تيرم ميديان معناها إن ده مجموعة وده مجموعة، والترم اللي فاضل في النص ده هو ده الترم إيه؟ ميديان. بس العدد هنا قليل. ترم ميديان هنعرف نجيبه، انما لو عدد كبير 11 ترم 12 ترم اعرف مين بسرعه الترم ميديان اللي قاعد في النص. قال لك يا سيدي الفاضل لو عدد الترمات في السويت بتاعتي امبير فالترم ميديان بيساوي الترم، بناخد الان ازود عليه واحد واعمله ديفيزي بارتو. لاحظ معايا هنا كانوا كام ترم؟ سبعه. لو زودنا واحد على السبعه 8 ديفيزي بار 2، وهو ده فعلا اللي حصل، انه بقى الترم اللي هو 4، صح ولا لا؟ اما لو العدد بتاع الترمات بير، وخلي بالك ان البير اصلا ديفيزيبل بار 2، صح؟ ساعتها هيطلع عندنا 2 ترم ميديان. واحد منهم هيبقى تي ان ديفيزي بار 2، والثاني هيبقى تي ان ديفيزي بار 2 زائد 1، بمعنى صح؟ كوم اكزامبل عشان الناس تفهم. لو السويت بتاعتي بادئه ب تي 1 ومكمله لغايه ما توصل لتي 8، ده كده بير ولا مش بير؟ بير. تقسم ال 8 على 2 فيبقى اول ترم ميديان اسمه تي ايه؟ 4. والترم اللي بعده اسمه تي ايه اكيد ايه؟ 5. ساعتها هيليها كومبيان دو ترم ميديان؟ تي 4 وتي 5. ده معناه ان قبليه في 3 وبعديه في مين؟ 3. يبقى انا قسمت السويت حتتين وفي 2 في النص. يبقى في حاله العدد الترمات امبير هقسم لمين وشمال ويبقى في عندي حد في النص. في حاله العدد بير هقسم لمين وشمال بس هيبقى عندي كام ترم في النص؟ 2. الاثنين دول اسمهم لي تيرم ميديان. طيب امتى بيظهر السؤال ده؟ يجي يقول لك تروف لا فالور دي تيرم ميديان. طب لو انت مش عارف اصلا مين هو الترم ميديان هتجيب مين انهي واحد فيهم؟ وصلت الفكره مع بعض؟ فهمناها؟ طيب نبدا نخش بقى في الجد. كل ده كان مقدمه عشان نخش في معنى كلمة لسويت اريتمتيك. وخدنا في الانترودكسيون ان كلمة لسويت اريتمتيك معناها ان سويت كل مرة بنزود فالور كونستانت. يعني لو اعتبرنا مع بعض ان ده الترم الاول اسمه ار، وزودنا فالور كونستانت وسميناها ار، ودي هنعرف بعد كده ان ار فو دير بور نو لا ريزون. لا ريزون سي لا فالور كونستانت كون اجوت شاك فوا. الترم اللي بعده هزود ار كمان، صح ولا لا؟ فهيبقى اسمه ايه؟ A بلس 2R. مظبوط الكلام يا شباب؟ الترم اللي بعده هيبقى اسمه A بلس 3R وهكذا. مظبوط الكلام؟ ده اسمه الترم A. يبقى دايما هنفترض مع بعض ان الترم الاولاني اسمه ايه؟ A. ده اسمه ترم 2. ده اسمه ترم 3 وهكذا. إلى أن نصل لآخر ترم هنسميه بعد كده قدام تي ان. كله مقتنع معايا؟ هنلاحظ ان ترم
ما فيهوش ولا R، في 0 R. ترم 2 في R واحدة. ترم 3 في 2 R. ترم 3 4 في 3 R. دايما عدد ال R أو عدد الريزون أقل من الترم بإيه؟ واحد. وهنا لازم نفسر كمان أو نفرق إن الـ R الصغيرة دي والـ 2 والـ 3. الـ R دي on appelle le rang du terme، ترتيب الترم. كله مقتنع معايا؟ فلما اقول لك تي سات تقول لي اه يعني ترتيبه السابع. طيب بس هنلاحظ من الربط هنا ان تي ان اي ترم في الدنيا لو حبيت اعبر عنه هو عباره عن الالف الاول دي زايد عليها عدد من الريزون اقل من ده بايه؟ بواحد. مظبوط الكلام ولا لا؟ وعشان كده ده هنسميه بعد كده لو تيرم جنرال. يبقى ده اسمه جاي يا جماعه؟ ها؟ ترم جنرال. يبقى لما اجي اقول لك عرف لي الترم جنرال هتقول لي معناها كاني بجيب لك فورمول تجيب لي اي ترم انا عايزه. والترم جنرال معتمد على حاجتين لازم تدور عليهم في اي سويت في الدنيا. لا فالور دو اب كام اللي هو البريمي ترم، اي لا فالور دو لا ريزون بكام. يبقى دايما اي سويت عايز اشتغل عليها بدور على كام حاجه يا شباب؟ الـ R والـ R. الـ R هو البريميتير والريزون هو الزيادة، لا فالور كون اوغمونت شاك فوا. حد فاهم دي صعبة؟ طيب ده ما يخص أي سويت في الدنيا. ولازم نعرف إجابة سؤال مهم قوي. لو جينا سألنا بعض سؤال الأول كومون ديمونتري كون سويت إت أون سويت أريتميتيك، ده سؤال لازم نرد عليه مع بعض. لو جاب لك أي سويت في الدنيا سألك كومون نقول مثلا زكوالا كومون ديمونتري كون سويت ات اون سويت اريتميتيك. نفهم مع بعض وحتى اللي كان بره هيلقط لما يشوف بعد كده الكلام. بيجيب لك اي سويت ليها اكسبريسيون بيننا وبين بعض. لازم نعرف ان اي سويت لو انا اديتها لك كده 3n بلس 2 ما دام هي دي بريمي ديجري عليه اكيد دي سويت اريتمتيك. ومن اخر كده الزياده بتاعتها هو الرقم ده اللي قاعد جنب ادم اللي هو عندنا في الفانكسيون اسمه لابونت. ولكن ازاي اثبت ان دي سويت اريتمتيك؟ هو ايه اللي بيمتاز بيه سويت اريتمتيك؟ ان الاوجمونتاسيون ثابته صح ولا لا؟ ان كل مره بيزود فالور ايه؟ كونستانت. ازاي اثبت ده؟ ممكن واحد يقول لي مسيو احسب لك تي ان. فتي ان اون بلاس لان بار كام؟ ان. تبقى 3 بلس 2 صافي 5. واحسب لك تي 2 فيطلع 3 فوا 2 6 بلس 2 صافي 8. واحسب لك تي 3 فيطلع 3 فوا 3 9 بلس 2 صافي 11. فيقول لي خد بالك بقى هنا زاد 3 وهنا زاد 3 الوغ سيتي سويت اريتمتيك. تمام كده؟ الراجل ده ياخد صفر. ليه ياخد صفر؟ لانه اثبت عمل ديمونستراسيون بارقام. وفي المات جامي اون في دي ديمونستراسيون افيك دي فالور نيميريك. طيب نعمل ايه عشان اثبت ان السويت دي سيتي سويت اريتمتيك؟ اول حاجه تجيب حاجه اسمها تي ان بلس 1. يعني ايه تي ان بلس 1؟ يعني الترم اللي بعد ده بدل الان هنعوض بان ايه؟ بلس 1. يبقى هنشيل هنا 3 هنشيل الان نحط مكانها ان بلس 1 بلس 2. عوض كده معايا هتبقى ادينا ايه؟ 3 زائد بلس 3 بلس 2 صافي بلس 5. بقى عندي تعريف لتي ان وعندي تعريف لتي ان بلس 1. بعد كده بتحسب سيادتك تعمل تي ان بلس 1 موان تي ان. كاني عملت ايه كده؟ ها؟ ترم ناقص اللي قبله. بس المره دي بنشتغل اون كاش جنرال لان الان ده انكونيو صح ولا لا؟ لو طلع والله فالور كونستانت يبقى اكيد دي سويت اريتمتيك. ولو طلع فالور فاريابل لا يبقى اكيد مش سويت اريتمتيك. لان سويت اريتمتيك تمتاز انها كل مره بتزيد فالور ايه؟ كونستانت. طيب نجرب كده. هنعمل ده وان ده.
Et bien 3n moins 3n, mechit. Ou 5 moins 2, ça fait 3. Et là, avec 3 dit valeur constante, voilà. Madame dit valeur constante, Adraoul, donc, c'est une suite et 1 arithmétique. Ou moi, je baisse ces quêtes. Et l'intatallah, tout d'un, ou à la valeur de la raison, ça, ou la valeur. La raison, bédaït, n'a rien, est supérieure à 0. Et bien, la suite, dis-nous, est croissante. Ça. Ou la raison, bédaït, n'a rien, est inférieure à 0. Et bien, la suite, bédaït, n'a rien, est décroissante. Femme, n'a rien, mais je sais, ailleurs. ايوه انت بتتكلم في حاله ثانيه خالص تبان بعد كذا تاب فعشان كده بتشتغلها كوم كاجنيرال لانك ممكن واحد يقول لي طب استنى يا مسيو بدل ما اعمل لك تي ان تي 2 3 اعمل لك تي 4 وتي 5 وتي 6 اقول له تضمن لي ان من تي 100 لتي 101 برضه هتزيد نفس الرقم انما لما انا بشتغلها بفاريابل ان ويروح مع بعض ده انا كده سوري سرتان مش هيقول لي بقى اديني اكزامبل اكتر لا انا بشتغلك اون كا جينيرال عشان كده الديمونستراسيون دايما لازم تتم اون كا ايه جينيرال وساعات يقول لك مش بس اثبت انها سويت ارثمتيك كمان قول لي هي كرواسونت ولا دي كرواسونت في الحاله دي او دي لازم تعمل بنفس الاسلوب ده الخطوه الاولى بتكون هو مديك تي ان الخطوه الثانيه تجيب انت تي ان بلس ان الخطوه الثالثه تجيب لا ريزون اللي هي الفرق بين الاثنين لان اصلا لو انت راجل فاهم ان السويت اصلها فونكسيون لو دي كانت فونكسيون تعالى نكتبها مع بعض كفونكسيون مش دي هتتكتب كده اف دو اكس تجاه 3 اكس بلس 2 ولا لا مين البونت هو تعريف البونت ايه سي ريغمونتاسيون انتر دو تيرم كونسيكوتيف مظبوط ولا لا طب ما ده البونت هو ده الريزون لو تاخد بالك الريزون هو نفس جات لي مساله زي كده تاني ديمونتري كو سي سويت اريثمتيك ها يلا بينا مع بعض اول خطوه هنعمل ايه يا جماعه هو مديني تي ان اروح انا عامل ايه تي ان بلس ان هشيل الان واحط مكانها ان بلس ان فبقت 2 فوا ان بلس ان بلس 3 مظبوط كده هسامبليفي فبقت ايه 2 ان بلس 2 بلس 3 صافي بلس 5 هعمل لا ديفيرونس وانا عارف ان الديفيرونس دي المفروض تديني ايه لا ريزون 2n moins 2n راحت 5 plus 3 ça fait 2 madame et 2 dit c'est une valeur constante A, donc c'est une suite arithmétique ou comme elle a été croissante la valeur dit أكبر من 0 c'est une valeur positive يبقى معنى كده ان كل ترم والتاني بيزود كل مره ايه 2 وصلت الفكره حد شايف كم صعب تمام نكمل مع بعض جات لي سويت ديفيني بار ان ديجرام او ان جرافيك زي ده ولو تلاحظ مع بعض عند ان التي ان بكام؟ ها؟ ب 10 مظبوط ولا لا؟ تي ان اتيجال 10 تي 2 ها اتيجال ايه؟ 7 مظبوط؟ لو تاخد بالك معايا كل خطوه بينزل كام؟ ها؟ 3 يبقى اكيد الريزون كده بتساوي ايه؟ موان 3 لانها ديكراسونت وده بيكمل ها ثلاثة وهكذا افرض جاء قال لك ديفينير لا سويت كلمة ديفينير معناها اعرف لي ثلاث حاجات واحد الاب كام اثنين الار بكام ثلاثة الترم جنرال بكام وعشان نعمل الثلاث حاجات دي لازم نكون فاهمين تي ان تي ان هو الاب صح ولا غلط؟ اللي احنا جبناه بكام اصلا؟ ب 10 الريزون هو الديمينيسيون اللي حصلت بكام يا شباب؟ موان 3 طب والتغم جنرال ده اللي جبنا علاقته من اول سلايد كنا كاتبين لو تفتكروا بلس ان موان زان فو ار حصل ولا ما حصلش؟ ها؟ تعالى عوض في دي الاب كام؟ ب 10 بلس ان موان 1 سا سي لانكوني اون لاس فوا لا ريزون كي تيجالا كومبيان؟ موان 3 لو انت سبتها كده انت جبت التغم جنرال عايز تعمل لها سمبليفي اكتر يا ريت فدي هتبقى اسمها موان 3n صح كده؟ بلس 3 بلس 10 يعني بلس كام؟ ها 13 انت كده جبت لي الفورمول
اللي لو انا عوضت باي وقت اعرف الاقي الاجابه. يعني مثلا تعالوا نجرب عند تي سيس، شايفين سيس الايماج بكام؟ 1 سانك صح؟ عوض كده الان بسيس هنا 1 3 فاسيس 1 18 بلس 13 تديك طبعا 1 سانك. هنا سيادتك انت جبت الفورمول اللي حكمت السويت كلها. لو جيت قلت لك روح هات لي التي سان بكام؟ تعرف تجيبها ولا لا؟ خلاص ما انتش محتاج حاجه، بقى عندك فورمول بتعوض الان وخلاص. يبقى دايما كلمه ديفينير ان سويت معناها اعرف لي الاب كام، اعرف لي الريزون بكام، وبالتالي اعرف لي الترم جنرال بكام. حد شايف كام صعب؟ تمام. Essayons maintenant de déterminer le deuxième terme et déterminer le nombre de termes de la suite. 18 بدأ من عند 13 لغاية 100. وكل مرة بتزيد كام؟ 3. خلي بالك هو قايل لك إن 18 أريتمتيك خلاص، فأنت مش محتاج تثبتها. يبقى أنت كده بتاخد داتا من المسألة، واحد الأب كام؟ 13. الريزون بكام؟ عايز تجيب لو ديزيام تيرم. هنا بقى اتعلم معايا حاجه، مش كل مره هقعد اجيب الترم جنرال وبتاع. تديس دايما بتساوي الترم الاولاني زائد عدد من الاجرات اقل منه بايه؟ واحد. هو ده القانون كان من شويه اللي جبناه اللي بيقول على جنب كده تي ان بتساوي ا بلس ان موانز ان فوا ار، صح الكلام ولا لا؟ دايما اي ترم بيساوي عدد اقل من الرام بتاعته بواحد في الريزون. وبالتالي انت جبت الاب 13 مظبوط ولا لا؟ بلس 9 فوا الريزون، لا ريزون هنا اللي هي 3، وكده تو فالو كالكولي فاسيلمون ساتو دون 40. حد شايف الكلام ده صعب؟ للاسف ساعات في ادبي ما بيعرفش يشتغل بالترم جنرال، مسموح له في ادبي يقعد يعدهم 13 ساس اجناف ويفضل يعد 10 ترم لغايه ما يوصل للكراونت دي. هل ده شغل حي يعني عقلي؟ لا اكيد. طب السؤال التاني مش هيعرف يرد عليه بتاع ادبي بقى، لما يقول له ديترمين النمبر دو ترم دو لاسويت تفضل تعدهم لغايه ما توصل ل 100؟ ده هلاك يعني. طب هو مش هيعرف يتصرف ازاي؟ احنا دايما اي ترم من دول بنسميه تي ان. يبقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ تي ان. هقول له انا عايز اعرف امتى تي ان هيساوي 100، وساعتها مين الان كوني في المساله؟ الان. فانت لو عرفت ان فانت كده عرفت الرام بتاع الترم ترتيبه كام، صح ولا لا؟ طب تي ان بيساوي ايه؟ ما هو بيساوي القانون ده، مظبوط ولا لا؟ اللي هو انا هكتبه مع بعض هيبقى ايه؟ ا اللي هي كام؟ 13 بلس ان موانز ان، صح كده؟ فوا لا ريزون اللي هي جبناها بكام هنا؟ ب 3. ويبقى هدفك تعرف الان بكام، مظبوط ولا لا؟ اول حاجه هتعمل 100 موان 13 مظبوط اللي هو بتدينا كام؟ 87 برافو. اون ديفيز بار 3 فيطلع ان موان 1 87 لو ديفيزي بار 3 سادون 20 وهيبقى 27 يبقى 29 29. دونك ان ب 30 مظبوط الكلام؟ معنى كده ان السويت دي فيها 30 ترم. وصلت الفكره؟ ها؟ انت عارف انت عملت ايه؟ انت عملت الاكسلراسيون. بقى الناس اللي بتحب الفيزياء، هو مش الاكسلراسيون بتساوي الفيتاس فينال موان الفيتاس انيسيال ديفيزي بار لو تون؟ صح ولا لا؟ مين الاكسلراسيون هنا؟ اللي هي البونت، لا ريزون، صح ولا لا؟ اللي هي 3. الفيتاس فينال بكام؟ ب 100 بالظبط ديفيزي بار لو تون، التون اللي هو عدد الترمات مظبوط، مش هو التون اللي بيزيد. لو انت عملت 100 موان 13 هديك 87 ديفيزي بار 3، انت عرفت الان، عرفت كم مره زادت الاكسلراسيون، صح ولا لا؟ وبما ان دايما بنحسب الرقم الاولاني فانت بيبقى ان بلس 1 بلس 1. وصلت الفكره؟ بس عشان ما تلخبطش نفسيكوا لما تيجي وقت الديناميك هنتكلم في الكلام ده، فبلاش عشان ما نلخبطش نفسنا. اوكي يا شباب، بس فهمنا اللي حصل ولا ما فهمناهوش؟ ما ينفعش، ما تبقاش سويت اريتمتيك. ما فيش سويت اريتمتيك الترم بتاعها مش كونستنت؟ ما فيش حاجه اسمها كده.
هرد على سؤال ما بيتسالش ليه. طيب اخر حاجه داخله في امتحان شهر مارس هي لمويان اريتمتيك. ايه موضوع المويان اريتمتيك؟ بيقول لك تخيل مثلا لو عندك سويت اريتمتيك الترم الاولاني بتاعها والترم الثاني والترم الثالث والترم الرابع والترم الخامس. مثلا الترم الاولاني اسمه ا، فالترم الثاني هيبقى اسمه ايه يا جماعه؟ ا ا بلس ار. الترم الثالث هيبقى اسمه ا بلس 2 ار. الترم الرابع ا بلس 3 ار. الترم الخامس ا بلس 4 ار. مظبوط كده الكلام؟ خد بالك معايا، هتلاقي ان الرقم ده هو المعين اريتمتيك بتاع الاثنين اللي حواليه. يعني ايه يا مسيو؟ يعني لو خدنا ده بلس ده وعملنا لهم ديفيزي بار دو هيدينا ده ولا لا؟ اذا ده يعتبر موان اريتمتيك للاثنين دول. مظبوط الكلام ولا لا؟ مش بس كده، ده هتلاقيه موان اريتمتيك لده وده، وده هتلاقيه موان اريتمتيك لده وده، صح؟ وخلي بالك بقى، لو انا اتكلمت على ده كبدايه وده كنهايه، لي تخوا تيرم دول اون لابيل لي موان اريتمتيك، كلهم اون لابيل لي موان اريتمتيك. لا والميزه بقى كمان، لو عملت ده بلس ده ديفيزي بار دو هيديك انو تيرم؟ جرب كده معايا، ا بلس ا 2 ا بلس 4 ار، اعمل لهم ديفيزي بار دو هيديك ايه؟ وده الموان اريتمتيك بتاع الاول واحد واخر واحد. اذا كل اللي في النص بين كل شويه ترمات اسمهم الموان ايه؟ اريتمتيك. فيجي لك سؤال في الحته دي تقول لك ايه؟ بص بقى ركز معايا في السؤال، يقول لك ايه؟ انسري 5 موان اريتمتيك اون 3 سي سي كارونكريت. انت جاي بقى تبدا تفكر، يعني انت يا مسيو عايز بين السيس وبين الكارونكريت يبقى في النص في كام رقم؟ 5. فالذكي هيقول اه يعني ده كده ساعتها تئه، صح ولا لا؟ المفروض يبقى في 5 هنا في النص، ساعتها ده هيبقى كام؟ 9 ترمقة وفي 5 يبقوا 6، يبقى ده اكيد السابع سينوزيك جونا. فتقول له والله كده معناها ان الا بتساوي سيس، مظبوط الكلام ولا لا؟ و9 معناها ايه في المات؟ ا بلس كام ار؟ سيس ار، مظبوط؟ فانا دايما اقل من الرام بواحد، كده بتساوي كارونكريت. مش كده بقى عندي بيزك كويشن المفروض احلهم ولا لا؟ اوريدي عندي الابسيس، عوض فيطلع سيس ها بلس سيس ار تيجي على 48، مظبوط ولا لا؟ ديفيزي بار سيس ديفيزي بار سيس ديفيزي بار سيس يطلع ان بلس ار تيجي على 8، يبقى ار بتساوي 7. عرفنا الريزون ولا ما عرفناش؟ بعد ما عرفنا الا وعرفنا الريزون، مش احنا اتفقنا مع بعض مجرد عرفت الاثنين دول اعرف اجيب اي حاجه؟ خلاص انا فهمت ان الريزون بكام كده؟ ب 7. زود على ده 7 يبقى 3، زود على ده 7 يبقى كام؟ ها 20، زود على ده 7 يبقى 27، زود على ده 7 يبقى برافو عليكم 34، وزود على ده 7 هيبقى 41، ولو زودنا 7 يبقى 48 ولا لا؟ يبقى انا كده جي تروفي لي 5 موان اريتمتيك كيفو انسري. يبقى تاني اي حاجه في السويت اريتمتيك ما هي الا انك تلاقي الاب كام والريزان بكام. حد شايف كام ده صعب؟ في اي مشكله؟ ها؟ صفا؟ طيب نبدا مع بعض، اون ا لو تون بور فار كيلكوز اكزارسيس، يعني حلو اون ا لو تون بور فار كيلكوز اكزارسيس، هناخدها من ليفر سكولير مع بعض وتبدا انت بقى تتسلى. مثلا نعملوها بسرعة كده الكومبليت حتى، ولا عايزين مسائل كاملة؟ ناخد مسائل شوازيغ اللي في الكتاب، ايه رأيكم بما ان حياتنا قلبت كلها شوازيغ؟ يلا ونشوف كده الناس بتفكر ازاي. يلا اسيي دو فو مام دو كومونسي. ان السويت دي تي ان والسويت دي التيرم جينيرال بتاعها اهو تي ان بتساوي 3 ان بلس 2. الوغ لا موان اريتمتيك دو تي 5 تي 11. خلي بالك هنا الموان اريتمتيك بتاع تي 5 وتي 11 هو الميديان اللي في النص. فانت عندك تي 5 وتي 11 لما تخش واحد حبه كده
يبقى تي 6 وتي 10 صح ولا لا؟ واحده كمان ها يبقى تي 7 وتي 9 صح. وبعدين عندك ايه في النص بقى؟ تي ويت. هو تي ويت ده المعين الاريتمتيك بتاعه. يعني انا بفكر في اجابه للكيستيون نيميرو 12 واحد ذكي هيقول لي على طول من السؤال ادخل اجيب تي ويت واعوض 3 في ويت 24 بلس 2 صافي 26. يبقى انا عرفت الاجابه 26. فهمنا الفكره؟ ممكن تفكر ازاي؟ واحد تاني يقول لي لا انا اجيب تي سانك بكام؟ ده بقى متعب شويه. هحسب تي سانك بكام؟ فتي سانك 3 في 5 بلس 2 دي 7. واحسب تي 11 بكام؟ 11 في 3 33 بلس 2 35. واجيب المعادله الارثمتيك بتاعهم فدي 7 بلس 35 ها يطلع كام؟ 52 صح؟ نعملها ديفيزي بار 2 تطلع ايه؟ 26. ده اخد 1 مينوت اما ده اخد 3 4 دقايق. فهمنا الفكره ازاي بنفكر بسرعه؟ تمام. نشوف نيميرو 13 مع بعض. نيميرو 13 بيقول لك سي 2A بلس 1 5A موانز 1 6A بلس 3 سون 3 ترم كونسيكتيف دي سويت اريتمتيك. الله. طب ما بدل هم 3 ترم كونسيكتيف يعني من ده لده ومن ده لده الاوجمنتاسيون ثابته. انا لو ذكي اروح قايل له على طول يعني تي 2 موان تي 1 بتساوي تي 3 موان تي 2 صح الكلام ولا لا؟ وبالتالي لما اعمل ده موان ده اللي هو 5A انا بكتبها لكم اون ديتاي عشان نفهم بعد كده انما المفروض ان انت تعملها في عقلك على طول موان 2 زاد بلس 1 وخد بالك ان انا حطيتهم اونتر بارنتيز عشان الموان بتغير الاثنين اللي بعده المفروض الكلام ده يطلع بيساوي ده موان ده هعملها دي بسرعه بقى 6A موان 5A صافي A مظبوط و 3 موان موان زا صافي 4 وده هيطلع 5A موان 2A صافي 3A مظبوط موان زا موان زا صافي موان 2 نفس القوات يبقى 2A ايجال 6 يبقى دونك الـ A ايجال كام؟ ها 3 وكده يبقى عرفنا الاجابه على طول. وصلت الفكره يا شباب؟ هنا ذكاء ان انت فاهم سويت اريتمتيك فبتتصرف حسب ما انت ذاكر. هنا برضه بيقول لك سي A اي بي دو مويان اريتمتيك انتر اكس يجراك. تعالوا نفهم السؤال بيقول ايه؟ حتى ناخده كده في باج لوحده كانه بيقول لك في اكس ويجراك في اكس واي جراك وبينهم في اثنين موان اريتمتيك واحد اسمه A والثاني اسمه ايه؟ B. واصله الفكره؟ بيقول لك سي A اي B سون دو موان اريتمتيك انتر اكس جراك. الور اي جراك موان اكس سور B موان A ايجال كام؟ تعال نشوف هو ايه اصلا اي جراك موان اكس وايه اصلا B موان A؟ اي جراك موان اكس الذكي يقول لنفسه الله طب ما لو دي اكس فاكيد الـ A بتساوي اكس بلس R مظبوط ولا لا؟ واكيد البي بتساوي ها اكس بلس 2R وساعتها اكيد الاجراك بتساوي اكس بلس 3R انت عايز اجراك موان اكس سور A موان بي تقريبا كانت كده مظبوط ولا لا؟ سور بي موان A اجراك موان اكس سور بي موان A طب ما انا اعوض بقى اجراك باكس بلس 3R مظبوط ولا لا؟ موان اكس على بي موان A اللي هي اكس بلس 2R موان اكس موان ار مظبوط ولا لا؟ الاكس راحت مع الاكس ففضل لي 3R والاكس راحت مع الاكس و 2R موان ار صافي ار اديتنا 3 صح الكلام؟ اما لو انا بقى مش محتاج اعمل كل ده ما انا افكر اقول ايه؟ ما انت عندك ده ترم اول وترم ثاني ترم ثالث ترم رابع والترم الرابع اكيد زادت عليه 3R صح؟ وبين البي والآ زادت ار واحده فلما اعمل 3R على ار تدينا الاجابه كام؟ 3 يعني ده واحد بيفكر في الاول وده واحد بيفكر في الاسرع. هو لعبه شوازيلا بون ريبونس لعبتها مش زي ما احنا بنشتغل في المنهج بتاعنا خالص اللي هو سرب وغشش وكده، لا لعبتها ازاي تقدر تحل 100 سؤال في 60 دقيقه. واللي غيرك لو مسك سؤال واحد ممكن يقعد فيها 60 دقيقه بس لو هو اكاديمي من بتاع الخطوات وعايز يلعب الذكي. فانت دايما وانت بتحل بس مش بس بتدور على انك تحل صح انت لازم